ما هي تأثيرات عقد هكذا مؤتمرات في وحدة بين الدول الإسلامية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مجمع التقريب على مدى 40 سنة و35 جلسة ومؤتمر من مؤتمرات الوحدة أسس لتجمع عالمي لمحور المقاومة، يعني الركيزة العلمائية الأساسية في القارات الخمس من مختلف الدول باتت تجتمع هنا كل عام، وهذا أسس للقيادة بين قوسين الدينية الوحدوية من مختلف المذاهب لقيادة هذا المحور. وفي هذه الفترة الأخيرة بدأت الترجمة الفعلية العملية لمشروع الاعتصام، فانتقل من فكرة دينية إلى فكرة جهادية بدعم حزب الله، حماس، الجهاد وفصائل المقاومة الفلسطينية، وانتقلت اليوم بتحويل مشروع الوحدة إلى وحدة اقتصادية بإرسال النفط إلى فنزويلا وإلى لبنان رغما عن أنف أمريكا. لذلك ما أعتقد إقامة شبكة من العلاقات الاقتصادية فيما بين الدول الإسلامية والدول المستضعفة هو الذي يمنع كل الحروب، لأنه يصبح هناك مصالح مشتركة. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا، شعبها لائق بالاحترام. الشعب الإيراني وقيادته رغم الحصار 40 سنة يساعد المحاصرين، رغم الحروب التي تشن عليه يقف إلى جانب الآخرين. أعتقد أننا أمام مرحلة تاريخية ستكون خاتمتها تحرير الأقصى والقدس ووحدة العالم العربي والإسلامي من جديد إن شاء الله. شيخنا، سؤال بعيدا عن المنطقة الجغرافية لكم، ما هي تأثيرات وحدة الإسلامية، مؤتمر الوحدة الإسلامية في أفغانستان بين المذاهب الإسلامية؟ يجب أن يكون هناك تجليات للوحدة الإسلامية في أفغانستان، لأن ما عاشته أفغانستان أكثر من 40 سنة من الحروب والتدمير أعادت ذلك البلد إلى العصر الحجري. اليوم مسؤوليتنا جميعا أن نترجم الوحدة الإسلامية بشكل عملي. كلنا نقول لا إله إلا الله، لا تحتاج إلى مؤتمر للحديث عن الدين الواحد والرب الواحد والنبي الواحد والقبلة الواحدة. لا، أنت اليوم تحتاج أن تقف إلى جانب هذا الشعب المستضعف المظلوم من أجل أن تترجم الاعتصام بشكل فعلي حقيقي، لأن أمريكا تحاصره وكل دول الغرب تحاصره وتفرض على الشعب الأفغاني أن يكون أداة لمحاربة الدول المحيطة. اندفاع إيران صوب أفغانستان للتأمين لقمة العيش والحياة الكريمة والوقود في هذا الزمن من الحصار هو الوحدة الفعلية العملية الذي يجب أن تنطلق به الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية أصلا سباقة في هذا المجال.